هجمة سريعة معاكسة من جانب فريق شبيبة القبائل. ذكي هذه كرة، ذكي هذه كرة من جانب شبيبة القبائل. الثاني، الثاني لشبيبة القبائل، الثاني لشبيبة القبائل، الثاني لشبيبة القبائل عن طريق آدم أرجم. قلت وتحدثت وأشرت أن الهجمات المعاكسة المرتدة سريعة خطيرة دقيقة من جانب شبيبة القبائل، وهذا ما حدث فعلا للمرة الثانية تقريبا. كرات سريعة دقيقة مركزة وكأنها مدروسة. شوف الخروج بالكرة بهذه الطريقة، سلسلة من المراوغات والاحتفاظ بالكرة ثم التمرير في الوقت المناسب. دائما كسيد أبو عالية هو مهندس مثل هذه الكرات، وأرجم آدم ينهي هذه الكرة. كسيد أبو عالية يتألق مجددا في طريقة إخراجه للكرة.